بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، أجدد بحضراتكم التحية والترحيب من جديد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا الشوط. انطلق على بركة الله الشوط الثاني للإبكار اللقاية الذي يضم بطياته العديد من الأسماء اللامعة ومن الشعارات العملاقة الباحثة عن الفوز والباحثة عن الناموس في هذا الشوط. متابعين الكرام، على تبرعة مقدمة من أبناء الشيخ سعود بن حرب العطيات العطوي الداعمون لهذه الرياضة دوما وأبدا، كما أن هذا الدعم مستمر سنوي، لا فلهم جزيل الشكر والتقدير على هذا الدعم الكبير والذي ليس مستغربا منهم. نتقدم في هذه اللحظات مع مقدمة الشوط ومع جبارة وعيد الحميد البلوي الذي يتقدم ويقدم لنا جبارة. بينما الزود غيرت الزود على مقدمة الشوط في هذه اللحظات، وزيداد بن بشير البلوي من يقدم الزود على مقدمة الشوط. المركز الثاني القادمة الشاهينية ونواف بن محمد العمراني من يقدم لنا الشاهينية في هذه اللحظات، بينما جبارة وعيد الحميد البلوي مع المركز الثالث. المركز الرابع القادمة في هذه اللحظات من تتقدم متابعينا الكرام، حامل ايضا للرقم 14 هنا تتقدم هوايل، ويتقدم احمد بن عبد الرحمن الرحمن المانع مع مرابع المراكز. المركز الخامس والمتسللة من الجانب الايمن هنا نتابع فخامة ومجاهد بن بخيت العتوي يقدم لنا فخامة بفخامتها بشموخها تتقدم نحو العز ونحو الناموس. يا ابو بخيت نحو الناموس، مطلب ومقصد الجميع في جميع الاشواط وفي جميع الميادين. اعود مع شعار الزود، مع شعار الزود على مقدمة الشوط ومربي الاجيال زيدان بن بشير البوي من يقدم لنا الزود. اجمل تقديم وارقى انطلاقة في هذه اللحظات، بينما فخامة تبحث عن المكان الفخم، تبحث عن المكان القوية، عن المكان التي يتمنى الجميع بأن يصل إليها. متابعين الكرام، تتقدم فخامة في هذه اللحظات، ومجاهد بن بخيت بن خضر العتوي يتقدم في هذه اللحظات، بينما القادمة في هذه اللحظات هوايل وأحمد بن عبد الرحمن المانع مع المركز الثالث. المركز الرابع هنا تنضم جبارة وعيد الحميد البلوي يقدم لنا جبارة، بينما المركز الخامس اللي احضرت في هذه اللحظات اللي انطلقت هنا نتابع جلمودة ومحمد في هذه اللحظات. الهاجري من يتقدم محمد بن حمد الهاجري مع المركز الرابع. يا سلام يا سلام، كما يتقدم في التضمير نادر بن عبد الله الدبشي، روح يا نادر روح روح الى الناموس. المركز الخامس هنا من تنضم في هذه اللحظات التماس ومسلم بن عويض العتوي، ولكن شعار الزود على مقدمة الشوط ترقص طرب على مقدمة الشوط، وزيدان بن بشير من يقدمها ومن يتواجد في التضمير. يتقدم احد الخبراء ناصر بن بشير البلوي من يقدم الزود، والمسؤول عن شركة الزود زيدان بن بشير البلوي مع مقدمة الشوط في هذه اللحظات. نفتتح معكم لوحة الكيلو الأخير، الكيلو
الآن والأخير انطلقنا معه، وما زالت الزود، ما زالت الزود قادمة والقادمة في هذه اللحظات تتقدم جلمودة ومحمد بن حمد الهاجري. يا باي الزود وجلمودة والقادمة المانع يمنع الجميع عن المقدمة، يمنع الجميع عن الناموس، الناموس مع هوايل جلمودة ولا هوايل مع مقدمة الشوط، ركضها هوايل وركضها ممتاز. يا هوايل احمد بن عبد الرحمن المانع مع الناموس، جلمودة والهاجري ولكن المانع احمد بن عبد الرحمن المانع مع مقدمة الشوط ومع في هذه اللحظات مع هوايل مع مقدمة الشوط، الناموس مع هوايل يا باي تانينا، والناموس لأحمد بن عبد الرحمن المانع والفوز معاك يا المانع. المركز الثاني وصل محمد بن حمد الهاجري، المركز الثالث وصلت فخامة ومجاهد بن بخيت الاحتوي، المركز الرابع وصلت معنا نجوم سلطان بن عواد البلوي، وخامسا وصلت زرعة سلامة بن عودة الطرج الاعتوي. تانينا لمالك هوايل احمد بن عبد الرحمن المانع، 6:14 90 جزءا من الثانية. تهانينا وألف مبروك على هذا الفوز المستحق من صالحة، كما نتقدم في هذه اللحظات بالشكر الجزيل.